تدري اذا رحت لليوتيوب وكتبت يوتيوب ترمبت راح تقدر تعزف. دي طريقة جامدة علشان اضيع وقت، بس تعمل ايه لو حبيت تدوس على اكتر من زرار في نفس الوقت علشان تحس انه بيانو حقيقي؟ هتفتح جوجل وتكتب فيرتشوال بيانو وتدور لحد ما تلاقي موقع اسمه recursivearts.com، هتفتحه ويجيب لك بيانو زي كده ممكن تعزف بالماوس او الكيبورد على طول، والاحلى انك ممكن تدوس على كذا زرار في نفس الوقت زي البيانو الحقيقي وتعمل اغنية زي اللي انا عملتها دي.